عليكم. اليوم نقدموا لكم البغرير الملون. غنحتاجوا فيه نص كيلو ديال السميده رقيقه 500 غرام، طحين الزرع 300 غرام، الملح، الماء دافي، الخميره العاديه ولا الخميره المعجونه، 7 غرام ديال الخميره الحلوه، والملون اللي غنحتاجوا لهذا البغرير مثلا عندنا اللون احمر، اخضر، صفر، وكاكاو الى بغينا نحصلوا على اللون بني. اول حاجه غادي نديرو غادي نذوبوا شويه ديال الماء مع الخميره العاديه، خميره العجينه، نخلطوها نخليوها على جنب. غادي نخلطوا العناصر الجافه ديالنا، عندنا السميده الرقيقه والزرع، طحين الزرع، الخميرة ديال الحلوة، الملح، ونزيدو الماء دافي شويه بشويه. ما خلطنا العجينه حنا خويناها في الانيه، نغطيوها ونخليوها تخمر تقريبا لمده 20 دقيقه. دابا عجينه البغرير ديالنا ها هي واجده، غادي نحاولوا نقسموها على حسب الالوان اللي عندنا. حنا عندنا 4 ديال الالوان، غادي نديروا 4 ديال القسمات. بالنسبه للعجينه ها هي قسمناها على حسب الالوان اللي بغينا، خدينا مثلا حنايا عندنا 4 الالوان، غناخذو اللون الاول مثلا اللون الاحمر. كنعرفوا بان العجينه لكل كيلوغرام كيحتاج 5 مليلتر ديال الملون، والغلاقه بوحديتها فيها 3 مليلتر.